مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. هنالك العديد من الأهالي من يرغبون بتسمية أبنائهم بأسماء مميزة وذات معاني رقيقة وجميلة. اليوم سوف نتعرف معا على أحد هذه الأسماء المميزة والفريدة. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم حبيب. حبيب اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو على صيغة اسم المفعول على وزن فعيل من الفعل حب يحب حبا وحبا، فهو حب والمفعول محبوب، وحبيب جمع أحباب وأحباء وأحبة. يقال حب فتاة أي التمس ودها ورغب في عشقها، والحبيب هو الإنسان الأكثر قربا لإنسان آخر المرجو وده وحنانه، الصفي من الأصدقاء العزيز على القلب، وقد يسمون به بالإضافة فيأخذ طابعا دينيا مثل حبيب الله وحبيب الرحمن. صفات حامل هذا الاسم: إنسان محب للمجد يجد نفسه مدفوعا لأعمال يذكرها الناس له، يتصف بالشجاعة وبأخلاق الفروسية، ودود ويحبه كل من يراه لأخلاقه الحميدة، يملك حدسا عاليا أو ما يسمى بالحاسة السادسة، يعود نفسه دائما على التسامح والابتعاد عن الانتقام، منفتح على الناس وجريء فيما يطرح من تصورات. وهذه بعض الأبيات الشعرية: حبيب القلب أنت يا سيدي، في فؤادي لك محبة تغمرني، أنت النبض الذي يسري في شراييني، وبك يتملكني الحب والشغف والهوى، فلتحيا حياتي بحبك يا حبيبي، ولتكن قلوبنا دوما على الهدى مشرقة، فليس في هذا الكون أغلى وأثمن من حبك يا حبيبي الحنون والوفي. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم حبيب؟ شاركنا بتعليقك، ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.